اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. اليوم الكل يتساءل عن مصير بريغوجين، وهل اعتقل؟ لان اخر الاخبار التي قدمت من سان بطرسبرغ، فعلى الساعه 6:10 كان واضحا ان الاعتقال قد نفذ. الامر يتعلق اولا ب كون لوكاشينكا صرح في وقت سابق، ونحن نشرنا الرحلة ورقم الطائرة التي أقلعت ببريغوجين من روستوف باتجاه بيلاروسيا، ثم بعدها مباشرة اليوم يصرح لوكاشينكا بأن بريغوجين في سان بطرسبرغ. سان بطرسبرغ كما هو معلوم هي اليوم ميدان لتحقيقات واسعة، ليس فقط في بالاس أو في هذا القصر الريفي لبريغوجين، وأمامنا أيضا عدد الأموال التي لديه. كل هذا صدر بشكل كامل ضمن هذه التحقيقات، لكن هل الوضع الآن هو وضع للتحقيق فقط مع وعد بإغلاق هذا الملف نهائيا؟ ومهم بالنسبة للدوما أنه عين مديرا آخر لفاغنر. فاغنر إلى حدود اللحظة هناك 28% لا تزال إلى الآن في قواعدها، ولكن الخلفية وليست الأمامية بشأن الجبهة. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية ورئيسة أن هناك إعادة اعتبار دقيق للغاية، لأن 32% وتحويل البعض بعد بريغوجينيست، يعني الذين هم مع بريغوجين أخطأ وأصاب مع شخصه، هؤلاء يبلغون 8230 شخصا، كلهم أرادوا أن يكونوا في بيلاروسيا، وسيكون مقدمة لشركة. الأمر لا يتعلق بالقانون الذي يحرم في بيلاروسيا أي شركة خاصة. المسألة تتعلق بجنود. الآن هؤلاء الجنود مسخرون باتجاه نفس المعركة الاستراتيجية ضد الغرب. إذا الأمر هنا أمر يختلف بشأن الإدارة والتدبير، وليس بشأن الأهداف وتأسيس مرحلة جديدة من التعامل مع الغرب. إذا الأمر هنا موحد من الناحية الاستراتيجية، ولكن من الناحية التكتيكية والتدبيرية فهذا أمر فيه خلاف. وما دام شويغو هو وزير الدفاع، وإن كان وضع الجيش كله الآن مختلف، وأيضا بالنسبة لقائد القوات المنقولة جوا، فإن هناك اعتبارات يمكن أن نلخصها في 10 نقاط. النقطة الأولى والأساسية أن بريغوجين يجب أن يكون تحت التحقيقات في روسيا، وهذا الذي أعاده إلى روسيا من أجل مواصلة التحقيقات وتحت الإقامة الجبرية، والأمر يتعلق بما يشبه ظروف اعتقال. الرسالة الثانية أن بريغوجين لم يعد إلى قصره الريفي أو إلى أحد مساكنه. الأمر يتعلق إذن بإدارة تحت إشراف مباشر للسلطات الروسية. المسألة الثالثة أن التحقيقات اليوم تحقيقات روسية بيلاروسية عبر المخابرات الروسية والبيلاروسية، وهذا التعاون هو تعاون شبه متطابق. لا يمكن بأي حال، رغم وعود لوكاشينكو ووعود بوتين، فمسألة احترام الوعود أو هذا السقف من الوعود وما تحت ما قال به الرئيسان سيكون مجالا لإعادة ضبط المواقع كلها، وخصوصا أمام التمرد، لأن عدم معاقبة التمرد سيصبح متمردون آخرون. إذا الأمر هنا مختلف للغاية، ولذلك فإن النقطة الرابعة جميع ما يتعلق بالتكنولوجيا والشركات، وأيضا بالنسبة للإعلام والشركات المصاحبة والمواكبة والتابعة لفاغنر على كل المستويات، كلها عادت إلى وزارة الدفاع بقرار نهائي. إذا بقيت الشركة لم تحل، ولكنها تحت إدارة وزارة الدفاع. والدليل
الذي قرره وقدره بوتين أن وزارة الدفاع هي التي تعمل على تمويل فاغنر بمليار ومئة مليون دولار. إذن لقد كان هذا أمرا واضحا، وبالتالي فإن اليوم هناك محاولة طي صفحة بريغوجان والبدء بصفحة أخرى. هذه الصفحة لا تعرف مثل هذه البرجزة، هذا الشرط البرجوازي والبناء وكل هذا والتعدين والصفقات، كل هذا أمر متجاوز، لأن اليوم سيكون هناك مدير لفاغنر هو أشبه بالعسكري وبعيد كل البعد عن رجال الأعمال وعن رجل الأعمال يدير شركة. اليوم ستنقلب هذه المعادلة، لأن المعادلة السابقة كان مقبولا أن يكون رجل أعمال بشركة أمنية خاصة، كان هذا أمرا واردا، لأن الطابع العام لروسيا ما بعد الحرب الباردة كان أمرا يقبل مثل هذا الوضع كبلاك ووتر وغيره، هذا أمر مقبول. لكن اليوم التحولات في روسيا لا تقبل رجال الأعمال أن يديروا مثل هذه الحساسية المفرطة. إذن هذا هو الذي يجعل من روسيا تتغير. بريغوجان لم يعرف أن روسيا في الداخل أيضا تغيرت، هو على الجبهات صحيح لكنه يفكر بمعادلة سابقة. اليوم روسيا اختلفت، هي تصنع ب 24 ساعة ل 24 ساعة، وتصنع بكفاءة وتصنع بقدرات استثنائية. إذن الأمر الآن كدخول حالة طوارئ متواصلة بالنسبة لهذا الشعب، وهذا الشعب تمت عسكرته. إذن الأمر هنا أصبح دقيقا للغاية وأصبح مكشوفا إلى أبعد حد. إذن لدينا هذا التفصيل الذي يمكن أن يوضح إلى أبعد حد أننا أمام نقطة سادسة ومهمة للغاية، أن بريغوجان جميع ثروته وبشكل كامل الآن سحبت منه، كل الحسابات داخل روسيا سحبت. أخطر من هذا، هناك أيضا حساب له على الأقل في أفريقيا الوسطى سحبت كل أمواله، وبالتالي فإن جميع العمليات الآن يعاد نقل حسابات خارجية لفاغنر باتجاه الترتيبات التي تناور مع العقوبات، وأيضا بالنسبة لنقل الأموال الآن بطريقة مختلفة، وتدخلت المخابرات الإيرانية من أجل إعمال ما سمي بالخطة الخماسية، وفيها خمس مراحل كلها يمكن إدارتها بهذا الشكل. إذن الأمر هنا واضح في إعادة ترتيب الأوراق بما يكفي. هل هناك إعادة تدقيق في ما يجري بالنسبة أيضا لحسابات الشركاء؟ كل الشركات صدرت، كل الشركات الآن أموالها تحت ترتيب للتحقيقات، وليس هناك ترتيبا قضائيا للإشارة فقط. القضاء لا يحقق ولكن المخابرات تحقق، وهذا هو الشيء المحسوم الآن، وبما يشبه الاعتقال تماما. نحن نتحدث عن بريغوجان تحت هذه الظروف، وبالتالي فإن إعادة تقدير الوضع سيكون له ما بعده، خصوصا بالنسبة للاستخبارات العسكرية. الاستخبارات العسكرية الروسية التي تتجاوز كل القرارات ذات الصلة بالنسبة لمكتب الكرملين وأيضا بالنسبة للدوما، تريد تحقيقا متواصلا ولا تريد أن يكون هناك تضييع لحقوق القتلى في هذا التمرد، خصوصا بالنسبة لهؤلاء الذين استشهدوا بين قوسين من أجل الوطن أو من أجل بوتين والاستقرار. على كل حال الأمر هنا واضح، لابد من أخذ الأموال من بريغوجان وتسليمها لذوي قتلى أو على الأقل ضحايا هذا التمرد. هذا الذي قرره الآن، وهذا هو القرار الحاسم،
وهذا الذي قبله بريغوجين وبأريحية وقع اليوم على بعض الحسابات الأخرى أيضا التي همشها تحقيق ويريد أن تصل الأموال إلى هؤلاء الضحايا، إلى أسر هؤلاء الضحايا. فكان بريغوجين مساعدا في هذه الزاوية ويمنع اعتقاله لأنه متعاون إلى الآن بشكل كبير جدا. فهذه هي قصة بريغوجين المعتقل الآن في سان بطرسبرغ تحت حراسة الاستخبارات العسكرية الروسية. للتدقيق فقط، مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.